وليتي وصدرتي على القطاع تعديتي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للاستحالة، عضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشور، وكذلك الكاتب الجهوي لجهة الضرب دستات. اليوم التنسيق النقابي المكون من الكونفدرالية الديمقراطية للشور، الفدرالية الديمقراطية للشور، والاتحاد المغربي للشور، والاتحاد الوطني للشور، والاتحاد العام الشغالي بالمغرب، كي اليوم كيبدا البرنامج النضالي التصعيدي ديالو لوقفات على المستوى الوطني، وقفات امام مؤسسات الصحيه على المستوى الوطني. اسباب النزول ديال هذه الوقفات وهذا الشكل النضالي اللي بدينا اليوم، واولا هو تنكر الحكومه، وزير الصحه، وزير الماليه، ووزير الميزانيه، للهموم الشغيله الصحيه، يهمهم الشغل الصحية. بالنسبة لنا كاين الحوار الاجتماعي، ما كاينش تغييب الحوار الاجتماعي المفضي إلى نتائج، دار حوار ولكن ما وصلناش به النتائج. كذلك المسألة الثانية هو مسألة ديال تصريح المسؤول ديال وزير الميزانية اللي خلق شرخ ما بين الموظفين، تصريح غير مسؤول، بالعكس كيعطينا حويجات اللي احنا من المفروض ان احنا كشركاء اجتماعيين كان ممكن نستشروا في هادشي، دونك ما تستشرناش. هو وزير الميزانيه بعيد على قطاع الصحه، في الوقت اللي الوزير هو وزير مكلف بالتوازن، مع الاسف هو مكلف بالتوازنات الماليه على حساب التوازنات الاجتماعيه، مع الاسف كان خصو يقول هادشي بانه هو تحط تما باش يدير التوازنات الماليه على حساب التوازن الاجتماعي. المساله الثالثه واللي اساسيه هو تهريب واحد المشروع لسنوات وحنا كنضربوا عليه كنقابات، انه وظيفه عموميه صحيه انطلاقا من خصوصيه القطاع، اعتبرنا بانه هذه الوظيفه العموميه الصحيه غتخلق لنا واحد الشروط ايجابيه في تعاملنا مع المنظومه. مع الاسف هادشي ما كانش، تم تهريب هذا النقاش. المنسقة الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات لممرضين وتقنية الصحة ذوي تكوين سنتين. اليوم قرر التنسيق الخماسي وقفة احتجاجية قررتها خمس نقابات صحية الأكثر تمثيلية، قررتها لسببين مهمين. الأول تنكر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية لمطالب الشغيلة الصحية، خصوصا الملفات التي اتفقت عليها النقابات في خلال حوار 2019، أهمها واللي أقرت النقابات كاملة بأولويته واستعجاله، وملف ممرضين ذوي تكوين سنتين اللي من 2017 وحنا في النضال لحد الساعة لم يرى النور. النقطة الثانية على إثرها تقررت هذه الوقفة الاحتجاجية هو طبخ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة المالية لوظيفة صحية جديدة بدون مشاركة النقابات. لذلك المطلب ديالنا، هناك مطلبين، أولا هو استئناف الحوار، وثانيا مشاركة النقابات في ليتابليسمون ديال هذه الوظيفة الصحية الجديدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.